سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم بشكل سريع نعرج على حلقة الأمس، فربما ما وجدناه من وجع يختصر الكلام. لم تكتمل اللوحة التي حاول حيث الإنسان رسمها للعائلة البدوية في صحراء الجوف. لازلنا نعمل في محيط قاتم ومحبط، لكننا محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ، قالها سعد الله والنوس ونقولها اليوم. سنمضي حيث الإنسان ومعه نقترب كثيراً من وجع الناس في محاولات لمواساتهم، ونسلط الضوء على معاناتهم بقدر ما نستطيع. وها أنتم مشاهدين تعيشون كل يوم قصة مختلفة وتتابعون ازدهار الأمل بما يليق باليمنيين. مشاهدين نستعرض معكم بشكل سريع أسماء الفائزين معنا في الحلقة 20، وهم نوال علي حسن عبد الله السماوي من دمار، والفائزة الثانية يزيد مقبل مالك فضل من عدن، والفائزة الثالث عبد الخالق علي أبكر كديش من عدن. الآن دعونا مشاهدينا ننتقل إلى قصة جديدة تحملنا معها إلى حيث الإنسان. حيث الإنسان. مشاهدينا، قصة الليلة تعود بنا إلى محافظة إب لنقرأ وجها من أوجه الحرب السيئة والظالمة على اليمنيين، وماذا ترك حيث الإنسان هناك من أثر. نتابع. اسمي أم أحمد، نازحة من تعز إلى محافظة إب. تشيح بوجهها خجلا وهي تسرد جانبا من مأساتها الناجمة عن الحرب. طبعا زوجي توفى من 12 سنة، كنا عايشين في تعز، بيتنا ملك والحمد لله كنا مرتاحين. إنها واحدة من ملايين اليمنيين الذين فقدوا حقهم في الأمان وضاقت عليهم سبل العيش. أم لثلاثة أطفال، توفي زوجها قبل 12 عاماً. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة الصراع من أجل البقاء. تشهد محافظة تعز حرباً ضروساً منذ 5 سنوات، حتى المبادرات الإنسانية المحلية غابت عن الواقع. هاي السيدة نعم كانوا متكفلين بكل احتياجاتنا الحمد لله، بس جاء الحرب هذه ونزحنا لائب وظروفنا تصعبت شوية. اضطرت أم أحمد إلى مغادرة تعز، المدينة التي باتت عنواناً لمأساة البلاد الغارقة في وحل الحرب والجوع والحصار والأوبئة. هنا في مدينة إب المجاورة حطت الأم وأولادها رحالهم بحثاً عن بصيص حياة، لكن حتى في رحلة الهروب من الموت يجد الهاربون أنفسهم أمام معاناة أخرى ومخاطر جديدة، تبدأ بالاحتياجات الأساسية ولا تنتهي بمخاوف المجهول القاتم. فريق حيث الإنسان زار أم أحمد واطلع على ظروف هذه الأسرة المثقلة بهموم التشرد والحاجة، وكان لزاماً فتح نافذة للضوء تطوى على إثرها صفحة من الشعور بالخذلان بقلة ذات اليد. والله نتمنى إنه يكون معنا كذا مشروع صغير، يعني نقدر نعيش منه، نقدر نستأجر بيت سواء، نقدر يعني نصرف، لأنه كم الواحد بيقس يركن على الناس أو على هذا وعلى هذا، المفروض إنه يكون لنا شيء يخصنا إحنا بس. لديها من العزيمة والإصرار ما يكفي للتغلب على ظروف الحرب القاسية، غير أن المشكلة تكمن في البدايات.
هنا وقع اختيار الفريق على موقع المشروع، محل صغير لكنه كبير بفكرته الإنسانية النبيلة وحجم الأثر الذي سيتركه في حياة أسرة نازحة. كان أعضاء الفريق يسابقون الزمن لإنجاز مشروع الأيتام الثلاثة وأمهم. بدأت الفكرة تأخذ طريقها نحو النور. بالإمكان أن نصنع للأمل مكان. رويدا رويدا تتضح معالم المستقبل. نجعل ما يحدث. هنا أول الغيث، استعدادات جارية على قدم وساق لتجهيز مشروع الأسرة النازحة. انتهى فريقنا من كافة التجهيزات اللازمة وحان موعد التسليم. بقالة بكافة مستلزماتها وأثاثها وموادها الغذائية ومنظومة طاقة شمسية وإيجار المحل ليبدو المشروع على أهبة الاستعداد وقوفاً على قدميه. والآن بدأنا في العمل أصلاً وإن شاء الله بنستمر وبننجح أكثر، وهذا الشيء يسعدني وأشكركم وأشكر القناة والمشاركين في المشروع هذا. يقولون في الأمثال الشعبية: لا تعطني السمك، علمني كيف أصطاد. وهذا هو ما يعنيه حيث الإنسان، المشروع والبرنامج. كم منا من مستور سلبته الحرب هناءه وستره وجعلته عرضة للحاجة والمعاناة. إنها الحرب التي حلت على اليابانيين وتركت نكبة تمتد وتسترخي على حساب شعب يئن ولا أحد يسمع أنينه أو يحس بجراحه. كم نحتاج لنداوي الناس من كارثة الحرب التي صنعتها الأطماع الخارجية والداخلية. لم تكن الحرب يوما من صنع الإنسان، فمن يقتل ويفجر ويدمر ليس بإنسان. الإنسانية قيمة لا يمكن أن تتفق مع الحرب. قيل قديما: ما أسهل الحرب على المتفرجين، فلا أحد يدرك معنى قسوة الحرب إلا من عاشها وقاسى وعانى. لنا بلد يضيع وشعب يتفتت ويذوي بوتيرة متسارعة، فهل ننتصر للمنهكين منا ونطرق أبواب من حولنا ونكون معهم حيث الإنسان، خصوصا أولئك الذين سبقتنا الحرب إلى أبوابهم وطرقتها وتركت آثارها عليه. مشاهدينا تابعنا القصة معا إذن، وتابعتم تفاصيل ما جاء في هذه القصة حتى تتمكنوا من الإجابة على سؤال حلقة الليلة. وإليكم السؤال. سؤال الحلقة 22 يقول: من أين نزحت الأسرة إلى محافظة إب؟ أسرة أم أحمد، والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول لحج، الاختيار الثاني الضالع، الاختيار الثالث تعز. إذن مشاهدين الكرام، ما عليكم سوى اختيار رقم الإجابة الصحيحة فقط من الإجابات الثلاثة الظاهرة معكم على الشاشة وإرسالها على رقم الواتساب الخاص في البرنامج. فرصة ما زالت متاحة أمامكم من نهاية هذه الحلقة وحتى الخامسة من عصر اليوم التالي.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا أهلا بكم إلى فقرة إعلان الأرقام الفائزة معنا بجائزة الحلقة 21 من برنامج حيث الإنسان. وكان السؤال يقول: ما الذي أصاب الأسرة في محافظة الجوف؟ وكانت الاختيارات الثلاثة: هل لغم، أم الاختيار الثاني قذيفة هاون، والاختيار الثالث حريق. الإجابة الصحيحة كانت هي الاختيار رقم واحد، حيث شاهدنا في تفاصيل الحلقة الخاتمة لقصة أنهى فصلها الأخير لغم زرعته ميليشيا الحوثي وأودى بحياة نصف الأسرة المستفيدة من برنامج حيث الإنسان. الآن سنقوم باختيار الثلاث الأرقام الفائزة، وقيمة كل جائزة مشاهدينا 100,000 ريال يمني لكل من أجاب بشكل صحيح واختار الاختيار رقم واحد. بسم الله، نختار الفائز الأول ومبروك له 100,000 ريال يمني مقدما. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 777476813. إذن مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة، وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. الآن نختار الفائز الثاني أيضا، وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. مبروك إذن لصاحب الرقم 7355587,56. إذن مبروك لصاحب الرقم أيضا الظاهر على الشاشة 100,000 ريال يمني. لن نختار الفائز الثالث والأخير معنا في هذه الحلقة، وقيمة الجائزة أيضا 100,000 ريال يمني. مبروك لصاحب الرقم 7343070092. إذن أيضا مبروك لصاحب الرقم 100,000 ريال يمني. إذن مشاهدينا الكرام، مبروك للفائزين الثلاثة، وما زالت لديكم فرصة للفوز معنا من فيما تبقى من حلقات برنامج حيث الإنسان يوميا، والمشاركة معنا في السؤال اليومي والذي تكون إجابته بالتأكيد من تفاصيل القصة التي تعرض في البرنامج. مشاهدينا الكرام، الآن سنذكركم بشكل أخير بالأرقام الفائزة الثلاثة معنا في حلقة اليوم، ومبروك لكل فائز قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني، والأرقام ظاهرة معكم على الشاشة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، وسنقوم بالتواصل معهم عقب انتهاء هذه الحلقة للتعرف على تفاصيلهم وإرسال المبالغ إليهم حيثما كانوا في أي منطقة من مناطق اليمن. مشاهدينا الكرام، إذن ما زالت لديكم فرصة للفوز معنا، واليوم لدينا السؤال، وهذا السؤال هو من تفاصيل القصة التي عرضت عن أسرة وعائلة أم أحمد، وكان السؤال يقول: من أين نزحت الأسرة إلى محافظة إب؟ والاختيارات الثلاثة هي: هل لحج، أم الاختيار الثاني الضالع، أم الاختيار الثالث تعز؟ إذن واحدة من هذه الاختيارات الثلاثة تؤهلكم للفوز والدخول معنا في السحب بشكل عشوائي على الجوائز. وأعتقد أن الأسرة نزحت من محافظة قريبة من محافظة إب، ربما هي مجاورة بشكل كبير. إذن مشاهدينا الكرام، مبروك مقدما لمن سيفوز ويجيب معنا بشكل صحيح على سؤال حلقة اليوم. نلقاكم غدا وحلقة جديدة وقصة جديدة من منطقة من المناطق اليمنية. نسعى من خلال هذا البرنامج دوما أن نكون قريبين منكم وأن نكون حيث الإنسان. في أمان الله. أن نصنع
تمسح دمعة حرمان أن ننقذ قدر هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.